السلام عليكم خوتي اخواتي السيد، لاباس عليكم؟ هانيين دايرين بخير، الامور هانيه. ايوا الله يبعد علينا الدوابة. هانيين اليوم جاكم ماما كبرت، جاتكم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. جات لكم واحد الحليوه كلشي كيبغيها الحليوه ديال الجماهير، كلشي كيبغيها. واحد فاش لكم بريش بوند، جات لكم بالكوكو والكوفيتير، وكلشي كيعجبها وقزيمه من ايام والدينا يا ربي يرحمهم. نعم ندير لكم الطريقه باذن الله. بسم الله. هذه هي الزبده، مارغرين ربع ديال الزبده ديال الماء مارغرين، ها هي. ها نشوف شويه ديال الملحه، المكونات كلهما: ربع ديال الزبده، كاس السنيده، كاس ديال الزيت، شويه ديال الزهر، اربعه البيضات، جوج خمارات، فانيليا. ونبدا المكونات وحده بوحده، نتوما متبعين معايا الفيديو باذن الله. بسم الله. ندير السنيده هي مع هذه الزبده، نعكوها. بسم الله. هاي خلطت هذيك الزبده والسكر، ندمجتهم مع بعضياتهم، تخلطوا. نبداو الطريقه بسم الله. هذيك الزيت، كاس تاع الزيت، نص كاس ديال الزهر، واحد فانيليا مستمرينا، ربعة ديال البيضات، هاهما ربعة البيضات، كنبدلو كاس الزيت و نعاود نخلطو هادشي مع بعضياتو، نحكو هاد البيض. هيا حكيتها ماشي كما تشوفوا، دخلت الزبده مع داكشي كله بعضياتهم باش نطلع لكم فيديو، دخلتو مع بعضياتو حتى ولا بسم الله. والدقيق هو الفور سبيسيال، داك الممتاز المزيان مغربل. بسم الله. درت هنا كيلو ونص، نشوف شحال دخل عندي ديال الدقيق. بسم الله. شوف شحال الدقيق دخل عندي، ندير جوج خمارات حمرين، ها هما. نشوفو شحال الدقيق، نديرو زوج دليفات، ودابا نبقى تنزيد هكايا، نبقى نزيد الدقيق تنجمعها ونوريها لكم. كنت نجمعها كالدقيق ونشوف شحال دخل في هاديك الساعة الدقيق. هاهي كما كتشوفو، هاهي جمعتها في العجينة، بلاتها بطباو هدي شتو. ودابا هاهي منين نجي نديرها كويرات، كما كتعرفوا العجينه ديال طريش بونت راه كتعرفوها. ندير الكويرات صغيورين، الكويرات طريش بونت كتب الكويرات صغيورين قد البيا. بسم الله. ما كتلصق ما والو بالزبده، كويرات صغيورين. يدي عارفين ليا الحساب دايرين عندهم قد قد.
يلا كما كتشوفها هي كورتها درتها كويرة صغيرين، درتهم صغيرين ديك لي باش يكونوا قياس واحد، ونعاود تاني من نتصور ان شاء الله نوريوها لكم ان شاء الله. يلا يا الحلوه ها هي كما طابت، شفتوا كتشوفها باقا سخونه. دابا غنخوي لها الكوفي تاع تبقى تشرب، غنديرها في الكوفي ان شاء الله. بسم الله ما درتهم في الكوفي تاع كنديرهم في الكوك، هانتوما كتشوفوا ندورهم في الكوك وكنحطهم كنسدهم. شربوا داك الكوفي تاع شربوا هكا كنحطهم كنديرهم في نكمل هادشي كلو، نعاود لكم الطريقة منين نكمل إن شاء الله نوريكم. كوفيتير هاهي الشكيلات كما تزوجتي كراش بونت كما صابتها، ولا هي صابتها ما كتشوفها هي قدامي كما كتشوفها. القياس اللي تعطاني درت داك كيلو ونص دقيق كل ودرتو ما قدر اللي عطيتكم، وليت قسمت هذيك العجينه وخرجت فيها واحد الشكيلات نوات، قلت لكم راهي عجينه وحده ودرت فيها هذا الطابع هذا ودريش بونت هذا جوج شكيلات. المناسبة اللي كاينه ما كاينه دابا شي مناسبة، معايا واحد السيده صاحبتي بيجي ولا من الخارج ان شاء الله، الله يجيبو على خير، وصابت لها النوع ديال الحلوه صابتهم ليها والله يجيبو على خير. وكنشكركم بزاف بزاف على الشكر. ايوا هادشي اللي كاين، ايوا يلا عاونوني ديري ليا ابوني، وراه تنتقاتلت انا باش نصاوب كل مره فيديو على حسب الدعم ديالكم. وشكرا بزاف بزاف، وتهلاو فراسكم، والسلام عليكم.